يأتي هذا اللقاء على إثر الزيارة التي يقوم بها وفد من اتحاد الكتاب الصينيين للمغرب، وهي زيارة مطولة بعدما زاروا تونس والجزائر. تفعيل اتفاقية الشراكة والتفاهم حول تدعيم التعاون الثقافي أساسا، والذي يعكس أيضا التبادل الحضاري والخبرات الأدبية. الجديد فيها هو أن أغلب الاتفاقيات التي تمت كانت دائما مع الاتحادات العربية. هذا المسألة النوعي في هذه الاتفاقية هو الانفتاح على عالم آخر اللي هو العالم الأسيوي. وطبعا المحيط الأسيوي كلنا يعلم الحجم الذي تحتله فيه الصين ثقافة، حضارة، إبداعا إلى غير ذلك. ويمكن من حسن الصدف أيضا أننا نوقع الاتفاقية والصين تحتفل بنوبل الأدب 2012 للكاتب يان ماو. جئنا إلى المغرب وصادفنا احتفالكم بعيد الأضحى، أبهرنا حقا بحفاوتكم واستقبالكم الحار، وقد أعجبنا بنظافة وسحر بعض مدن المملكة التي زرناها، ونتمنى أن نقوم بزيارات أخرى لعدد كبير من مدنكم بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة هذه. توقيع هذه الاتفاقية بين الاتحادين من شأنه فتح أبواب حضارية جديدة، وخصوصا الثقافة الآسيوية والتي تحتل فيها الصين الشعبية المكان المرموقة ثقافة وإبداعا.